فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول: نرى بعض الإخوة بعد الفراغ من دفن الميت يلقون موعظة على القبر، هذا الفعل هل هو موافق للسنة؟ يقول: ورد في السنة حفظكم الله يعني بعض الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على شفير قبر وتكلم أو تكلم بكلام عليه الصلاة والسلام للصحابة، وكذلك لما جاء مع جنازة ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وذكر لهم كما حديث براء، ذكر أحوال الميت وانتقاله من حال إلى حال، وكذلك بعد الفراغ من الدفن ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه مما أذكرها وأعلمها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لنا أن نخصص أن نعمم ما خصه، لا يجوز أن نعمم ما خص. كيف ذلك؟ يعني أن نتخذ هذا أصلا عاما ونجعل المواعظ والخطب على المقابر مع كل دفن ومع كل جنازة نستمر، نقول لا، هذا من البدع. نعم. هذا خلاف السنة، لأن هذا التعميم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يعني إذا استوجب وأنت في المقبرة، إذا استوجب الأمر النهي عن منكر أو الأمر بمعروف أو تصحيح خطأ أو تنبيه غافل مثلا، لا بأس افعل. طيب، ولكن مع هذا لا تفعل كما تفعل في خطبة الجمعة. نعم. لا تفعل هكذا. أحيانا إذا استوجب الأمر قلنا، إذا استدعى الأمر لا بأس، لكن بشرط أن لا يتجاوز ولا يتسع الأمر. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.